مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج المشهد على شاشة قناة النيل للأخبار في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضرتكم. إذن ما شهدته القاهرة اليوم هو ضربة إرهابية جديدة فاشلة وخائنة وجبانة، رغم استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام إثر تعرضه لإصابته بجراء هذا العمل الإرهابي وجراء التفجير الذي استهدف موكبه صباح اليوم. للحديث حول هذا الموضوع وحول دلالات هذه العملية الإرهابية في هذا التوقيت، يشرفنا بالحضور في استوديو المشهد سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن، تحياتي ليك ولأسرة الإعداد في القناة، وكل سنة وأنتم طيبين بالمناسبات الثلاث، ونأسف لاستشهاد الرجل الطيب الرجل الطاهر النقي المستشار هشام بركات النائب العام الذي شرفت بمعرفته شخصيا، وكم أعلم أمانة ونزاهة هذا الرجل رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، طبعا يعني كل كلمات الرثاء ممكن ما تكونش قادرة على لا يعني لن توفي هذا الرجل حقه عن هذه المناسبة، ويعني مضطرين ان احنا نتابع هذا الحدث ثم نتوقف لدراسة دلالاته للاستفادة من الأحداث التي تحدث دائما في كل عملية إرهابية جبانة وخسيسة تحدث من حين لآخر. استاذن حضرتك في الذهاب لسيادة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عبر الهاتف. سيادة المستشار أهلا بك، وتعزينا لحضرتك وتعزينا لمصر كلها والأسرة القضاء على وجه الخصوص والأسرة المستشار هشام بركات على استشهاده جراء إصابته نتيجة الحدث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم. سيادة المستشار، المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، يبدو أن الاتصال لم يتيسر حتى الآن بالصورة المثلى. نذهب إلى مراسلنا محمد علوي لمتابعة الجديد في هذا الحادث الإرهابي ثم نعود لنستكمل هذا اللقاء. محمد علوي تحياتي، وأرجو أن تنقل لنا التفاصيل الجديدة وملابسات استشهاد المستشار هشام بركات إذا كانت وصلت إليك المعلومات حول هذا الموضوع. محمد علوي هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال الآن على وجه الخصوص. سيادة اللواء فاروق المقرحي بنرحب بحضرتك من جديد، واسمح لي يعني وربما كنا نتحدث هذا الأمر قبل أن نخرج إلى الهواء، يعني ما مدى دلالة استهداف هذا اليوم قبل الاحتفال بذكرى 30 من يونيو؟ هو مجرد يعني عملية إثارة وعملية إثبات وجود أن الجماعة ما زالت موجودة وأن الجماعة ما زالت إيدها طائلة، لكن للأسف الشديد لو هذه الجماعة لديها بصر وبصيرة ما كانت ارتكبت هذا الحادث مع النائب العام المحترم رحمة الله عليه. نعم. ونحسبه عند الله شهيدا بإذن الله. في يوم الاثنين 12 رمضان. نعم. النائب العام أفرج عن كثيرين من جماعة الإخوان الإرهابية لعدم توافر الأدلة والدلائل حول ارتكابهم ما قدموا به من قضايا إلى النيابة العامة، وآخرها الإفراج عن 165 اللي خرجوا بعد أن فحصت النيابة العامة بتكليف منه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفحص هؤلاء. فلو كانت هذه الجماعة الإرهابية لديها بصر أو بصيرة لكانت لجأت إلى أي آخر خلاف النائب العام المحترم النزيه الذي لم تشبه غبار إطلاقا في مسيرته القضائية منذ أن كان معاونا للنائب العام. هذا الرجل استهداف سيادة اللواء يعني ربما يعني يطول فيه الحديث، وربما يصل الاستهداف للحجر والشجر أيضا وليس فقط للبشر، لأن هذا التفكير الإرهابي المريض، ما أنا بقول لك ما عندهمش لا بصر ولا بصيرة. نعم. ولا حسن الذي يستحق الدراسة، يعني بالتأكيد سنطول مع حضرتك في هذا المجال، ولكن بعد أن نتعرف على آخر التفاصيل مع مراسلنا محمد علوي. محمد، أرجو أن تنقل لنا آخر المعلومات التي وصلت إليك حول ملابسات استشهاد المستشار هشام بركات.
عم أيمن تعازينا للشعب المصري بأكمله، يعني استشهد منذ ربع ساعة تقريبا سيد المستشار هشام بركات النائب العام محامي الشعب، هكذا يطلق دائما على منصب النائب العام، هو محامي الشعب سيد المستشار هشام بركات. يعني بالتأكيد الجميع يعرف الكثير من المواقع وأيضا المواقف الوطنية التي قام بها المستشار هشام بركات، اتخذ أجرأ وأقوى القرارات اتخذها نائب عام في تاريخ مصر السيد المستشار هشام بركات. تشهد منذ ربع ساعة تقريبا نزيف داخلي بالمعدة ونزيف داخلي بالمخ، كنا أكدنا منذ الصباح الباكر أنه يقوم بإجراء فحوصات طبية، من بينها كانت محاولات إيقاف النزيف الداخلي، ولكن عن إرادة الله استشهد السيد المستشار هشام بركات منذ ربع ساعة تقريبا متأثرا بجراحه. نعم، ماذا عن بقية الإصابات الأخرى التي أحاطت بظروف استهدافه بهذا العمل الإرهابي الجبان؟ يعني علمنا أنه قائد حراسته كان مصابا أيضا، ربما أحد أفراد الأمن الآخرين، وعدد ربما يصل إلى 6 أو 7 من المواطنين الذين كانوا متواجدين في المكان في الصباح حين تم التفجير. نعم، الإصابات تتراوح ما بين خطيرة ومتوسطة، لا تزال الجهود تبذل هنا في مستشفى النزهة يعني محاولة إنقاذ الإصابات. ننهي وينهي قناة النيل السيد المستشار هشام بركات النائب العام محامي الشعب، كان وقتاً بمسكنا التفاصيل. نعم، بشكرك شكر جزيلا على هذه المداخلة محمد علو مراسلنا، وبعود لحضرتك سيادة اللواء فاروق المقراحي. ربما يعني ما حدث، وهو بالتأكيد حدث جلل ومحزن لنا جميعا كمصريين، أن يتم استهداف رجل من رجال العدالة له هذه المواقف وله هذه البصمات، وزي ما حضرتك كنت بتتحدث ده على خلاف كل منطق وكل خالص وكل خالص وكل لا يمكن يعني قانوني. يعني ممكن يستهدفوا أي حد إلا النائب العام، لأن النائب العام هو الأمين على الدعوة العمومية، هو الممثل الأمة. كلمة نائب عام يعني إيه؟ يعني الذي ينوب عن الشعب المصري، هو الذي ينوب عن الشعب المصري. ولو كانوا دول مصريين، لكن للأسف هم مش مصريين، هم سكان مصر فقط لا غير، كانوا عرفوا قيمة هذا الرجل وقيمة المنصب الذي يشغله هذا الرجل ونزاهة هذا الرجل والدور الذي يؤديه من أجل إظهار العدالة وبسط العدالة في مصر. أنا مش عارف أقول إيه أكتر من أن أنا أعزي الأسرة القضائية وأعزي شعب مصر كله في الراحل العظيم. بالتأكيد إذا كان هناك رابط، ويمكن مفهوم أنه في حالة من حالات التمطرس ما بين كل الجماعات التي تزعم أنها تنتهج الإسلام وهي منه براء، لأنها تنتهج فكر تكفير وفكر دموي ليس له بالدين أي علاقة. لكن إذا افترضنا أنه كان هناك رابط ما بين الأحداث الإرهابية في كل من تونس والكويت وفرنسا، و تنتسب هذه العمليات لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته قبل شهر من الآن تقريبا عن استشهاد أو مقتل 3 من القضاة في مصر في شمال سيناء، هل يمكن أن يكون لهذا التنظيم أيضا يد طولة في هذا العمل الإرهابي؟ شوف هقول لك حاجة يا أستاذ أيمن، علشان نريح الشعب المصري ونريح الأمة العربية ونريح الدنيا كلها، جميع التنظيمات خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، هي أقدمهم على الإطلاق بالفعل، كله خرج من رحمها. داعش من طلعت منين؟ طلعت من القاعدة، لما القاعدة ضعفت في أفغانستان وشرد أفرادها في البلاد ودخلوا في العراق ومات أبو مصعب الزرقاوي وتفرقوا واتحدت الدنيا عليهم، طلع الأمريكان خدوا الإبراهيم البغدادي ده أو أبو بكر البغدادي كما يسمى أبو بكر البغدادي، هو ما اسموش كده خالص، هو له اسم تاني اسمه إبراهيم عواض حاجة زي كده. إنما لما خدوا ده قعدوه عندهم من 2005 ل 2009، طلعوه 2009 لما كان خلاص التنظيم القاعدة بينهار، طلعوا أبو بكر البغدادي هذا وطلع بالتنظيم الجديد اللي هو داعش. كل دول أساسهم إيه؟
تنظيم القاعدة أساسه إيه؟ الإخوان. أساسه الإخوان. بعد كده داعش دي أساسها إيه؟ القاعدة. القاعدة منين؟ من الإخوان. مفهوم. يبقى الكل في الأصل واحد. صحيح. لكن هو إذا افترضنا أنه يعني ما حدث في منطقتنا العربية وتحديدا في مصر على مدار السنوات الأربع الماضية كان يستلزم أن يتم التحضير لورقة جديدة للعب في المنطقة، وهذا ما حدث بعد 30 من يونيو. يعني ربما داعش يعني ميلادها الحقيقي وميلادها في وظهورها ويعني وتضخم داعش جاء على مدار السنتين الماضيتين بعد أحداث ثورة 30 من يونيو. يعني إذن هناك رابط، والشيء العجيب أنه داعش يعني تموج في الدنيا بالفساد في كل مكان، ولا يا عزيزي داعش أول ما طلعت كانت 6000 واحد. نعم. وكانوا 6000 وطلعوا في العراق في المنطقة الوسطى في العراق المنطقة السنية بأبو بكر. هذا 6000 لما جت أمريكا علشان تقاومه قالت قدامي من 13 سنين. ده رقم كبير جدا علشان تقتل يعني. على 6000 اللي انت تلمهم في يوم، قالت قدامي من 13 سنين. هي دلوقتي فزاعت أمريكا وفزاعت أجهزة المخابرات السبعة اللي بتلعب في المنطقة العربية، في 7 أجهزة مخابرات. احنا للأسف الشديد ما بنسميش الأمور بمسميات، ما بنقولش الحقائق. لازم نقول ان المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية والمخابرات البريطانية والمخابرات الألمانية والمخابرات القطرية والمخابرات التركية والمخابرات الإيرانية، دول 7 أجهزة اتحدوا على الأمة العربية ومصر خاصة. فكل اللعب ده شغال، ومين المكان الخصب ومين المكان السهل اللي من خلاله هم يقدروا يمارسوا هذا؟ جماعة الإخوان الإرهابية اللي بتبيع نفسها لمن يدفع الثمن. ده مش جديد. طيب لو حبينا نحط روابط ما بين كل حدث من الأحداث الإرهابية التي تحدث في كل مكان ومرسوم وفقا لهذه الخريطة أو الخطة الجهنمية، يعني ضرب لمسجد يصلي فيه الشيعة في الكويت تحديدا، هذه النقطة عشان يعملوا مشكلة، ضرب لفندق واستهداف السياحة في تونس، في مصر بعد استهداف رجال الأمن ورجال القوات المسلحة واستهداف أبراج الكهرباء، الآن يتم استهداف رجال القضاء. لا مش دي أول مرة، ليس المرة الأولى. طبعا النائب العام دي المحاولة الثانية للنائب العام، للنائب العام نفسه. النائب العام قبل كده استهدفوه أمام دار القضاء العالي لو تتذكر. نعم. الحادثة اللي من 3 أشهر. أيوه. دلوقتي استهدفوه اليوم من عند بيته. إذن هناك دلالة من محاولة ضرب المؤسسة القضائية في مصر. شوف هناك ترتيب إن الدولة دي لازم تسقط. الدولة تسقط وليس النظام. عايزين يسقطوا الدولة دي. الدولة تسقط في عمود خيمة ووتدين، الوتد من ناحية اليمين الشرطة ومن ناحية الشمال القضاء، وعمود الخيمة هو القوات المسلحة. ضربوا الشرطة في وقت من الأوقات، لكن إرادة ربنا وإرادة الشعب المصري لما اكتشف الحقيقة عادت الشرطة إلى قوتها. القضاء صمد، المؤسسة العسكرية قوية وصامدة، ما قدروش يعملوا كده. فدلوقتي المخطط كله ان هم يعملوا عملية الفزع الداخلي وعملية الارهاب الداخلي ويصدروا للعالم على ان مصر مش مستقرة ولن تستقر الا بوجودهم. يعني هم دلوقتي الرسالة اللي عايزين يبعتوها ان مصر لن تستقر الا بوجودهم. طيب يطلع هل يمكن اعتبار هذا الرد الانتقامي الاهوج الجبان الخائن، يعني هو رد على أحكام الإعدام التي صدرت بحق البعض وربما من بينهم 6 من المقاتلين المحسوبين يعني زورا وبهتانا على الإسلام؟ لا دول كلهم يعني الأحكام عمالة تصدر مش من امبارح ولا من أول. هل هذا إرهاب للأحكام؟ لا إرهاب للقضاء. نعم. وليس إرهاب للأحكام. القاضي بيحكم بضميره وما لديه من أوراق وأدلة وقناعة. نعم. يعني هذا هو المقصود. القضاء الجنائي بالذات هو قضاء إقناع وقضاء ضمير. يعني إذا اقتنع القاضي بأن ما قدم إليه يمثل جريمة كاملة بيحكم،
بيحكم وما بيبصش لحاجة إلا إنه هيحاسب يوما من الأيام لما يقابل ربه على ما حكم بالله به من أحكام. إذن ليس من المتوقع بالمرة أن يستجيب القضاء في مصر يستجيب لهذه المخاوف ولا لهذه المخاوف إطلاقا. هو دلوقتي المطلوب إن إحنا ننقي ثوب مصر من هذه العصابة الإرهابية. اللين وإن اللي عايز يقعد معانا حلو أهلا بيه، واللي عايز يعيش معانا أهلا بيه. هذا تقصد بعض الكلمات اللي قيلت في إفطار الأسرة المصرية؟ هذا الكلام غير مقبول في هذا الوقت. ولكن إذا قيل في سياق محاولة لنوع من أنواع الحفاظ على لحمة الشعب المصري، الشعب المصري المصالحة المجتمعية بعيدا عن الفصائل غير الوطنية بالطبع، ما هم دول؟ انت مين اللي بيعمل هذا الكلام؟ الحديث كان واضحا سادة اللواء، يعني الحديث عندما يقال في من أراد أن يعيش في هذا الوطن معززا مكرما يحافظ على هذا الوطن فأهلا وسهلا به، على عكس ذلك كل ذلك مرفوض بالتأكيد. كل ذلك مرفوض. هم فهموا الرسالة غلط، هم فهموا الرسالة غلط، ان ده ضعف من الدولة وإعادة الدولة الى وضعهم. انما لما قيل في يوم من الايام ما لهمش مكان بينا، عرفوا ان دي رسالة ان لازم يخلصوا، لازم يخلصوا. هذه عصابة ارهابية لابد من القضاء عليها. إن نشأت سنة 28 بمؤامرة بريطانية، تلقفهم الامريكان سنة 45 وعززوها سنة 53. احنا لسه بنتفق على انه كلهم خرجوا من عباءة واحدة هي عباءة الاخوان كلهم. ولكن اذا صح وبعد ساعات قليلة اعلنت مسؤولية هذا العمل الارهابي، تنظيم داعش اعلن عن مسؤوليته في هذه العملية الارهابية، هنا الكلام يحتاج الى مزيد من التوضيح. اذا كنا نتحدث عن تنظيم يستشري ويقوى ويكسب مزيد من الارض والمساحات كل ليس يوم، ليس له وراءه مكان في مصر بالتأكيد، ليس وراء له مكان في مصر. السؤال هنا سيادة اللواء، وراءه بالتأكيد منظمات ومؤسسات دولية كبرى. ايوه مؤسسات دولية. انا ما انا قلت لك في 7 أجهزة مخابرات شغالة وراء داعش، بتمولها بالسلاح وبتمولها بالمال، بالسلاح والمال. 7 أجهزة مخابرات شغالة وراء داعش حتى تستشري في الوطن العربي، انما ليس لها وجود في وسطه. قولا واحدا لا يوجد لهذا التنظيم وجود في مصر، انما بياخد هو بيتلقف. يعني لما يجي حادثة تحصل في إمبابة وبيت المقدس تقول ان هي طيب. بيت المقدس ده منين؟ ده جزء من الاخوان. في اتصال هاتفي سريع مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اهلا بك، وبنقدم العزاء لانفسنا ولسائر الشعب المصري في وفاة المستشار هشام بركات واستشهاده. ما الذي تود ان تقوله في هذه المناسبة؟ طبعا يعني في الحقيقة هذا العمل الخسيس والجبان، العمل الإرهابي الخسيس والجبان، بنعز الشعب المصري في الحقيقة في هذا الفقيد العظيم، القيمة القانونية والقضائية الكبيرة الذي عاش حياته يعني حافظا لوطنه وخادما لشعبه وأمته، ونرجو الصبر والسلوان لشعب مصر كله. إنما بنؤكد إنه الحرب على الإرهاب لا يمكن أن ينتصر فيها إلا الشعب المصري والدولة المصرية. لجوء هذه الجماعات الخسيسة إلى هذه الأعمال الدنيئة والخسيسة، إلى هذه المنظومة من الاغتيالات سواء في مصر أو خارج مصر، تؤكد أنها في النزع الأخير، وتؤكد أنها أفلست، وأنها تعادي الشعوب وتعادي الحياة وتعادي الدين وتعادي الطبيعة وتعادي البشر. أنا في تصوري أن هذه التصرفات، كلمات الحقيقة معبرة جدا يا دكتور جابر، وأنا شخصيا يعني بشكرك عليها لأنها فعلا بتعبر عن حالة بيلمسها البعض وبيرى ما يحدث بشيء من الجنون. على أي حال أنا بدعوك لمتابعة هذا اللقاء معنا بعد فاصل قصير مع سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، لأنه الحديث حول هذه النقاط اللي أثرتها حضرتك سيطول. فاصل قصير ونواصل هذا اللقاء من جديد مشاهدينا الكرام للحديث حول استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام والدروس المستفادة من هذا الحادث الإرهابي الجديد الذي نصفه دائما بأنه خائن وجبان وفاشل أيضا، لأنه لن يثني المصريين على وجه العموم والقضاء على وجه الخصوص عن استكمال مسيرته نحو بناء
مستقبل مصر. الحديث مستمرين مع حضراتكم مع سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. ربما سيادة اللواء كنا نتحدث عن بعض النقاط أثناء هذا الفاصل. خليني أبتدي مع حضرتك بالفكرة المتعلقة تاني اللي بطرحها وربما استجابة لرأي الشارع. بماذا تفسر دائما اختيار التوقيتات للعمليات الإرهابية؟ لا، اختيار التوقيت هو عايز يعمل عملية في وقت انت بتفرح فيه، في وقت انت بتقول انا اجتازت المرحلة. هو هيعمل العملية دي بالتفكير الخسيس الجبان في اي وقت وفي اي زمان. ولا تستطيع امريكا بجلالة قدرها وما لديها من امكانيات مادية وبشرية واعمال لوجستية انها تمنع العمل الارهابي، لانه عمل بيتم في لحظات بيستغل يا اما الزحام يا اما الظلام، يعني يا اما في ظلام الليل يا اما في شارع زحمة زي الشارع اللي ساكن فيه المرحوم الشهيد هشام بركات النائب العام رحمة الله عليه وأسكنه فسيحة جناتي، ساكن في شارع مكتظ بالعربيات، وبعدين منطقة راقية في أحد الأحياء القديمة الراقية في مصر اللي هو مصر الجديدة، وفي المنطقة اللي خلف الكلية الحربية في منطقة شارع متفرع من شارع عمار بن ياسر. المنطقة دي الشوارع فيها أساسا ضيقة 6-8 متر، فلما ياخد 2 متر من هنا و2 متر من هنا فالعربية بتعدي بالعافية. وبعدين اللي حط هذه المتفجرات حطها يا إما في ظلام الليل أو اتحطت في امبارح كان المحلات أجازة الحد امبارح كان الحد، فاتوضعت. وبعدين في حاجة مهمة كمان، خط سير النائب العام اتجاه واحد أكيد محفوظ كمان، يعني اللي عايز يعمل عملية إرهابية اتجاه واحد تفكرك بالضبط بالعملية بتاعة وزير الداخلية محمد إبراهيم. نفس الحكاية، خط سير اتجاه واحد لازم يطلع كده يمشي كده يجي كده، هو نفس الطريقة لازم يطلع. ليه؟ لأن الشوارع في هذه المنطقة معمولة اتجاه واحد بتدي على مطلع معين علشان سهولة المرور وسهولة حركة العربيات. فالاتجاه اتجاه واحد هو كان، بس قدر الله وما شاء فعل. المفروض وزارة العدل والنيابة العامة والدولة توفر سكن في منطقة رحبة للنائب العام، سكن إداري يشغله من يشغل هذه الوظيفة، يروح لما يبقى. إذا كان بنوفر للمحافظ في الأقاليم سكن فيلا مثلا، فيلا يسكن فيها، ليه ما نعملش مثلا في التجمع في منطقة أكثر أمانا وهادية ويبقى الحركة فيها معلومة لفكرة الحراسة والتأمين وتحرص فيها. ليه ما نعملش لكل مسؤول له من المكانة والخطورة والشغل هذا المسار. مهمة اللي حضرتك بتطرحها دلوقتي طبعاً. اللي هو لكن كمان قبل ما انتقل لنقطة أخرى تتعلق بنوعية عقلية مرتكب مثل هذه العمليات الإرهابية، خلينا نتكلم أيضا عن تنفيذ العملية. يعني إذا حضرتك بترى أنه فكرة التفكير عن بعد هي الفكرة الأقرب للمنطق؟ لا، ده يقينا مش التفكير عن بعد. ليه؟ لأن المتفجرات ده في جزء من الثانية، يعني بعد ما خرج من يعني مجرد 3-4 متر. فلما نقول أن المتفجرات دي كانت محطوطة في سيارة وسيارة ركنة في الشارع، لابد أن العربية دي ركنت إما بالليل أو في وقت الأجازة بتاعت امبارح أو الصبح بدري النهاردة، في ان حطت العربية قبل الناس ما تيجي ومحدش خد باله ووقف بعيد يستنى لما ينزل في وقت ما ينزل ويفجر العربية في الموقف. لما 31 عربية يجرالها ده واربع عربيات تتفحم وهذا العدد من شايفين في لقطات الفيديو، يعني ده حتى نوافذ العمارات المحيطة بالمكان الحادث بقول لك 9 عمارات يعني مقوسة ومهشمة تماما. يعني فبقول ان ده تصرف خسيس وجبان، بس لا يمكن تقدر تمنعه لا هنا ولا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا. لما علشان كده مسألة تجفيف المنابع محتاجين تجفيف المنابع مطلوب تضافر الجهود، أنما لما يكون الشيطان الأكبر هو الممول رقم واحد والدويلة اللي اسمها قطر هي اللي بتدي الفلوس وهذه العصابة قاعدة بره
وبتعمل هذا الكلام. وبعدين نقول داعش ونقول النصرة ونقول بيت المقدس ونقول حضرتك بتاخدنا على النقطة اللي كنت لسه أسأل حضرتك عنها، وهي النوعية اللي ممكن ترتكب مثل هذه العمليات، هل هي بتقوم بعملية بناء على أفكار أو عن عقيدة معينة، ولا ممكن يكون التمويل أو المادة أو الموالة التي تطلقها هي الحافز الوحيد لها على ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ لا، الاثنين، مغيب فكريا وبياخد مادة، الاثنين بيغروه، ان هو بياخد مقابل ما بيقوم به له والأسرته. وانا بقولك يعني امثلة كثيرة، العمليات اللي بتتم في البلاد واللي بتتم هنا وبتتم هنا بيعوضوهم. لما بواحد بيعتقل بتلاقي الأظرف بتروح لأسرته بصفة مستمرة. إذن التمويل ما زال قائما، لابد من تكفيف هذه المنابع. وانا بقول وبتمنى من الدولة ان هي تطلع قانون مكافحة الإرهاب، وبقول للإخوة المزايدين سواء من الجماعة الإرهابية ذات الصوت العالي أو المرتبطين بها أو اللي عايشين على أمل إن هم يأيدوهم في الانتخابات إلى آخره من أعضاء بعض الأحزاب اللي هنا أو هناك، اللي يقول لك قانون العقوبات فيه ما يكفي، في من 86 لغاية 102 العقوبات كافية. قانون العقوبات فيه ما يكفي لإيه؟ لما بعد ارتكاب الحادث، يعني بعد وقوع الحادث زي النهاردة كده. أيوة. بعد ما وقعت نقدر بقى نشوف مين ونتكلم ونعمل تحريات، مفيش الإجراءات الاحترازية. والإجراءات السابقة هي قانون مكافحة الإرهاب. والذين يقفون ضد قانون مكافحة الإرهاب العصابة الإرهابية والمرتبطين بها وأصحاب الدكاكين الممولة من الخارج سواء كانوا نشطاء أو أصحاب حقوق الإنسان، لا تلتمس عذر آخر لا بعدم الفهم إطلاقاً القوي. إطلاقاً قانون ده لازم يطلع. القانون ده عمال يجري في أدراج مجلس الوزراء ووزارة العدالة القانونية دي ولا مش عارف إيه، ووزارة العدل بقاله شهور طويلة. أنا طالبت بهذا القانون من 18 أغسطس سنة 13، قلت لن نقضي على الإرهاب إلا بقانونين، قانون مكافحة الإرهاب وقانون اللائحة الإرهابية أو قانون الكيانات الإرهابية. طلعوا قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب علشان صوت الناس دي عالي وعلشان المرتبطين بيهم صوتهم عالي، محدش قادر يتخذ القرار ويقوله. ليه؟ أمريكا عندها قانون مكافحة الإرهاب، هل إحنا أكثر ديمقراطية من أمريكا؟ بريطانيا عندها قانون مكافحة الإرهاب، هل إحنا أكثر منهم مكافحة؟ لازم قانون مكافحة الإرهاب يطلع. وعلى وجه السرعة، إيه ميزة قانون مكافحة الإرهاب؟ إن بيدي حرية حركة وسهولة حركة للأجهزة الأمنية وأجهزة جمع المعلومات إنها تتحرك قبل ارتكاب وتوقد الجرائم قبل حدوث. إنما يطلع لي واحد محامي هنا أو في حقوق الإنسان هنا أو في حزب من الأحزاب بيغازل تلك الجماعات الإرهابية ويقول لك والله عندنا قانون العقوبات كفاية. وجهة نظر حضرتك دايما يا سيادة اللواء بيبقى في وقت بتبقى هي في وجهة النظر الأوفق والأصح والأصوب، ونتمنى أنه يكون في استجابة سريعة علشان ما نضطرش أن احنا ننتظر الوقت تاني نرجع نطالب فيه بنفس المطالب مرة تانية. هستأذن حضرتك في لحظات سريعة نتعرف فيها على أهم المحطات في حياة الشهيد المستشار هشام بركات، ونرجع نكمل مع حضرتك لغاية آخر وقت هذه الحلقة من البرنامج. مشاهدين الكرام، نتابع هذه المسيرة في هذه اللحظات.
دي كانت ثلاث محطات سريعة زي ما حضراتكم شفتم في حياة الشهيد المستشار هشام بركات. ميلاده وتخرجه ميلاده في عام 50 وتخرجه في عام 73 ووصوله إلى منصب النائب العام في يوليو من عام 2013. وطبعا القضايا الهامة اللي قام بفتحها مثل قضية الهروب من سجن وادي النطرون وقضية مذبحة بورسعيد. على أي حال مستمرين مع حضراتكم في هذا اللقاء مع سيارة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. والحقيقة يعني أنا منتخل لحضرتك بعض الأسئلة المتعلقة بأنه الاستهداف بيتم لكل الفئات يعني مسؤولين ووزراء وقضاء وإعلاميين وصحفيين وفنانين. عندنا أربع يعني فئات، يعني إلى أي مدى ممكن يعني نتوقع العمليات الإرهابية؟ لا ما عندنا أربع فئات مستهدفين، الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والإعلام. مش كل الإعلام طبعا، كل الإعلاميين اللي لهم دور أو الوطنيين اللي معروفين إن هم ضد تلك العصابة الإرهابية وما تقوم به، دول مستهدفين. هذه العصابة معتقدة إن هي لما تقضي على دول أو على الشخصيات البارزة فيها إن الباقي حيخاف، بالعكس بتدي للباقي القدرة على إن هو يواجه ويجابه، لأن ده وطن. احنا صحيح. بندافع عن وطن ولا ندافع عن افراد، بندافع عن كيان هذا الوطن انه يعيش ويعيش متحد ويعيش على قلب رجل واحد في اهدافه وفي غاياته. احنا مش عايزين اردوغان يجي يحكمنا ولا امريكا تيجي تحتلنا زي ما كانوا بيهتفوا في رابعة ويقولوا لما عرفوا ان في باخرتين مش عارف ماشيين في عرض البحر قالوا الله اكبر، بيكبروا للأمريكان إنهم هيحتلونا زي ما كانوا برضو قبل كده بياخدوا فلوس من هنا وبياخدوا فلوس من هنا. العقلية إزاي ممكن توصل للدرجة دي تسات اللي هو يعني دول ملهمش وطن وملهمش انتماء لهذه البلد. انتماءهم وطنهم الجماعة وأخوتهم للجماعة وعائلتهم هي الجماعة وأستاذية العالم والولاء للجماعة اللي موجودة في الخارج. هذه هي جماعة الإخوان، لا علاقة لها بالوطن المصري ولا علاقة لها بالمصريين. أخوه هو أخوه في الجماعة، أبوه هو أبوه اللي موجود في الجماعة، ليس إلا، لا علاقة له بالآخرين. ولهذا بقول إن إحنا يجب إن إحنا نجابههم مجابهة حقيقية وواضحة لها ودت فيها، لأن دلوقتي نكون أو لا نكون. هو الحقيقة يعني بالإضافة اللي حضرتك بتقوله كله ست اللي هو كلام طبعا مقدر وهام جدا بيصدر عن شخص مسؤول وعنده خبرة، لكن اسمح لي أقول إنه جزء من اللي حصل في الأربع سنين ما زال يعني بيتكشف، يعني الأيام القادمة كمان يعني ستكشف عن حقيقة يا عزيزي. أنا من سنة 11 اتصال الجماعات دي ببعضها البعض على مستوى العالم وفي تنفيذها لهذه العمليات مسألة ما زالت محل استغراب يعني. لا ده هم إيد واحدة، هم كلهم كيان واحد. هذا الكيان اللي أنشأه الإرهابي رقم واحد حسن البنا، حسن البنا صاحب كل هذه الجماعات. وبدأت تبقى إرهابية في سنة 1940 حينما أنشأ الإرهابي الأول حسن البنا التنظيم الخاص أو التنظيم السري وأسند رئاسته لعبد الرحمن السندي وصلاح شادي. دي هي البداية للعمليات الإرهابية. في الدقيقتين اللي فاضلين من وقتنا مع حضرتك عايز أقول يمكن الناس في بلدنا بتخاف لما بتسمع عن عمليات إرهابية. لا خافوا ليه؟ خافوا ليه؟ بالعكس، من الآثار السلبية لا النفسية. لا 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 شوف بيتهدد أنا ده وخاصة لما بيحصل كمان حاجة يعني. نقطة تانية اللي هقولها لحضرتك انه مثلا البورصه تهبط النهارده فبتبتدي الناس تنزعج يعني هل هو ده مخطط الارهاب فقط وكيف يمكن للمواطنين المصريين ان يصمدوا في وجه هذا الارهاب الاسود؟ اولا مخطط الارهاب هو زعزعه الاستقرار في مصر دي واحد، وزعزعه الاقتصاد المصري او تخريبه دي نمره اتنين. نمره تلاته اشاعه الفوضى داخل البلاد، ده اهدافهم. انما الشعب المصري لما بيسمع قنبلة بيطلع يجري عليها مش بيهرب منها، مفهوم بيطلع طبعا يروح يشوف ايه اللي بيحصل فعلا. ده حقيقة. يبقى اذن الشعب المصري ما بيخافش، الشعب المصري مقدام، لكن بلغة الشرع دلوقتي زهق يا سيادة اللي زهق. مطلوب بقى ايه؟ ان احنا نطور من المواجهة
نطور من قراراتنا تجاه هذه العصابة الإرهابية، ما نتكلمش عليهم بصيغة المبني للمجهول. لازم نقول العصابة الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية ومناصريها والطابور الخامس المرتبط بها والدكاكين التي تمول من الخارج لا مكان لهم في البلاد، إنما ما نتكلمش عليهم بالمبني للمجهول أو بصيغة إن أنت عرفي ونعرف. لا، لازم نقول كل شيء بوضوح وبمسمياته لغة الإعلام. يعني نتمنى أن تكون الحادثة الإرهابية الأخيرة اللي بنتعلم منها وبنستفيد منها. لا، لن تكون الأخيرة، عشان أقول لحضرتك لن تكون الأخيرة، بل هي في سلسلة العمل الإجرامي لهذه العصابة طالما بقيت من أفرادها ما بقي، سواء في ده موجود منهم يا راجل في الوزارات وفي الشركات وفي المؤسسات، ما زالوا موجودين وفي المدارس. خلينا نقول يا سيادة اللي هو ربنا يهدي. يعني لن يهدوا لن يهدوا، لأن دول لا علاقة لهم لا بالدين الإسلامي الحقيقي ولا علاقة لهم بالوطن ولا علاقة لهم بهذا الشعب. هذه عصابة إرهابية تقيم معنا، تأكل من أكلنا، تشرب من مشربنا، وتريد إزائنا. يبقى إذن إحنا مضطرين إن إحنا ننتهي من حيث بدأت حضرتك، وهو إن الدولة تثقل من يدها وأن يصدر قانون مكافحة الإرهاب ويطبق بوجه السرعة. وقانون الكيانات الإرهابية ده اللي صدر وما زال يطبق على استحياء، المادة 5 في قانون الكيانات الإرهابية لو طبقت حلمهم كلهم. الناس اللي بتروج لهم في الإعلام، اللي بتكتب عنهم، اللي بتقول نتصالح معاهم، كل دول المفروض يواجهوا بالمادة 5 في القانون الكيانات الإرهابية. بشكرك شكر جزيل سيادة اللواء على تشرفنا النهاردة على المعلومات القيمة اللي حضرتك قدمتها وتحليلك. سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. سعيد بيكم، وربنا يرحم المرحوم الشهيد ويصبر أهله وزويه والهيئة القضائية جميعا وشعب مصر من وراء ذلك بإذن الله. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا من المشهد. بعد فاصل قصير نواصل تقديم الأنباء.